بأجواء تشد الناظرين وتدخل البهجة إلى نفوس الحاضرين. أقيمت فعاليات مهرجان سباق الخيول العربية الأصيلة في المنصورية قرب بزاعة شرقية حلب. شارك في المهرجان العشرات من محبي الفروسية وركوب الخيل، جاءوا من شتى مناطق الشمال السوري. الهدف منه إيش؟ إعادة هذا الإرث العظيم التاريخي اللي يدل على أصالتنا وعلى تاريخ أجدادنا العظام. طبعا مؤلف من 4 أشواط، شوط للوطني، الوطني المقصود به مو الواهو، غير مسجل، يعني مسجل بأراضينا بالمحرر، وفي شوط دوليات، الدوليات يبلشن بالغشم، كمان في شوط راكضات، الغشم هذول ما شاركوا نهائي، شوط الراكضات اللي شاركوا ما فازوا، في أيضا شوط الأبطال أو شوط الوسط. طبعا الأشواط هاي تشمل كل الخيل. اتسم المهرجان بالحماس والمنافسة بين المتسابقين خلال الأشواط 4 التي نظمها المهرجان للمشاركين، كما شكل المهرجان فرصة لاستعراض مهارات الفروسية للمتسابقين وقدرات الخيول المشاركة وسط تشجيع عشاق سباقات الخيول الذين توافدوا إلى أطراف مضمار السباق ليشجعوا فارسهم المفضل. أسوة بحديث النبي عليه الصلاة والسلام قال: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى قيام الساعة. شاركنا اليوم الحمد لله رب العالمين، والله سبحانه وتعالى أكرمنا مركزين أوائل بقيادة أخونا الأخ عبد الله. طبعا في ضعف بالنسبة لإمكانيات المضمار وما مضمار والجوائز كذا، لكن نتمنى من الأخوة بالأشواط القادمة والمهرجانات القادمة أنهم يعني يحطون هذا الأمر نصب أعينهم. على الرغم من ضعف الإمكانيات وتواضع مضمار السباق الذي تمت تهيئته لهذه الفعالية، أصر المنظمون لهذا المهرجان على إقامته ليكون فسحة للترفيه وسط الأزمات التي يعيشها الأهالي شمالي سوريا، وعله يلفت أنظار المنظمات والمؤسسات المعنية بأهمية إحياء الفروسية في الشمال السوري لما تحمله من أصالة عربية وقيم حميدة. بعيدا عن أجواء المسابقات والتكريمات، يرى مربو الخيل أن هنالك علاقة وطيدة بين الخيل والفارس لا يعرفها إلا من عايشها، كما يتميز الخيل العربي الأصيل بذكائه ومعرفة سائسه. من داخل مدينة بزاعة، سراج الشامي، قناة حلب اليوم.